مشواري مع الاهلي يعني احسن حاجه حصلت لي في حياتي بصراحه، واجمل فترات حياتي قضيتها في النادي الاهلي. اصعب ماتش دولي لعبته كان ماتش السنغال في استاد القاهره، كان مع الكابتن شوقي غريب، اصعب مهاجم لعبت عليه. في مهاجمين كتير والله لعبت عليهم صعبين، بس في ماتش الترجي كان بصراحه ماتش الترجي في افريقيا في النهائي كان الفرق بتاعهم بصراحه فرق جامد جدا. احسن ماتش لعبته كان ماتش النجم الساحلي في تونس، والحمد لله كان عملت ماتش كويس الحمد لله. احسن مدرب مستر مانويل جوزيه، هو اللي جاب من النادي الاهلي اغلى بطوله اخدتها، بطوله افريقيا طبعا مع النادي الاهلي. طموحاتي مع الجونه طبعا، الجونه السنه دي عايزه تعمل مركز كويس في الدوري، جايبين لعيبه كتير على مستوى عالي، فان شاء الله نعمل مركز كويس في الدوري ونعمل مركز يعني مثلا في الاربعه اللي في الاول.